شيء نبارك له توقيع مع القادسية. كيف اختار القادسية؟ لا قد سمعت عن نادي القادسية وعارف بدقة كيف تجري الأمور وكيف يتم التواصل مع اللاعبين، وأنا واثق من قدرتنا على تطوير الأداء وتقديم نتائج أفضل، ولهذا أنا سعيد بتدريب القادسية. ماذا تعرف عن الدوري السعودي؟ الدوري السعودي هو الأقوى في منطقة الخليج، هناك لاعبون مميزون وعددهم بالجملة، إضافة إلى أن شهرة الدوري السعودي تجاوزت منطقة الخليج فأصداؤه وصلت أوروبا، وكذلك في البرازيل سمعنا أن الدوري السعودي يتطور بسرعة وهذا أمر مميز جدا. لك تجربة طويلة في الدوري الإماراتي، ماذا عن هذه التجربة؟ تعرفون أنه ليس من السهل البقاء لمدة طويلة كمدرب في الدوريات العربية، وسأستفيد من خبرتي الطويلة السابقة مع فريقي الجديد، فأنا ملم بطريقة التعامل مع اللاعب العربي، سأستفيد من تجاربي السابقة لأضمن أوفر حظوظ النجاح. هل تعلم أن في الدوري السعودي أسرع شيء وأسهل شيء في الدوري السعودي هي قاتل المدرب؟ هذا أمر طبيعي وهو يتكرر دائما عندنا في البرازيل. لا أهتم بهذه الضغوطات، فقط أقوم بعملي على أكمل وجه، وأدرك جيدا أن النتائج هي التي تقرر البقاء أو الرحيل. سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق نتائج مميزة، ممكن أن نطور الأداء ولكن النتائج هي الأهم. أفضل نادي في الدوري السعودي إذا أنت متابع؟ الهلال هو الأفضل من وجهة نظري في السعودية، فهو يملك التشكيلة الأقوى التي مكنته من المنافسة بقوة على الصدارة مع الأهلي، إضافة إلى أن الهلال يحقق نتائج مميزة جدا في دوري أبطال آسيا، ولهذا فهو الأفضل في السعودية. لك تجربة جميلة جدا في الدوري الإماراتي، كيف تصف لنا الدوري الإماراتي ومن النادي الأفضل من وجهة نظرك حاليا؟ بالنسبة لي نادي العين هو الأفضل في الإمارات، لأنهم يهتمون كثيرا بالفئات السنية، يشرفون على تكوين المواهب الصاعدة، ولهم عدد كبير من اللاعبين المحليين المميزين، كذلك محترفو العين دائما يحققون الإضافة، وللعين مشجعون رائعون، وكل هذه العوامل تجعل من العين هو الأفضل. شكرا عفوا.